السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بجاية لنقف على الأشغال نتاع المحطة الجديدة اللي راهي قد الإنشاء، محطة تاع تصفية المياه تاع البحر، واللي تقع في منطقة تاع غرمت، واللي نروح نشوفوا لو سيت نتاع البروجي هذا. الموقع هذا هو الموقع نتاع المحطة اللي راهي قيد الأشغال نتاع إذا تصفية المياه نتاع البحر، واللي تبعد على مدينة بجاية بحوالي، دوك نشوفو نقيسو المسافة هذه، إذا حوالي 26 كيلومتر، يعني خط مستقيم اسمه فول دوازو كما نقول بالجورية، إذا حوالي 26 متر. وبعد الطريق تكون حوالي 30 أو 35 متر بالطريق. إذا هذا هو الموقع هنا نتاع المنطقة هذه نتاع المشروع نتاع تصفية المياه نتاع البحر. وسوف نشاهد الصور تاع الأشغال هذه التي اتخذت هذا الأسبوع عن الأشغال. وللعلم أن المحطة هذه عندها طاقة إنتاجية نتاع 300 ألف متر مكعب يوميا. وللعلم كذلك نعاود نزيد نكرر يعني المعلومة أنه فيه 4 محطات من هذا النوع نتاع 300 ألف متر مكعب راهي قيد الأشغال، يعني في الجزائر وسكيكتا وولاية طارف إذن بكوتية الدراويش، وكذلك في الجهة الغربية بوهران بكابلون كابلون بوهران. إذا هادو 3 تاع 4 تاع 300 ألف، وفيه محطة أخرى ذات 250 ألف متر مكعب في قرصو بولاية تيبازا، ومحطات أقل يعني سعة في ولاية الجزائر العاصمة. إذا فيه حوالي 8 أو 9 محطات راهي قيد الإنشاء في المرحلة هذه، فيما سوف تكون محطة جديدة سوف تنشأ في بعض يعني الولايات الساحلية أو المدن، خاصة المدن اللي فيها الكثافة السكانية كبيرة، سوف تكون لديها يعني محطات لتصفية المياه البحر. وكذلك سنعيد ما قلناه من قبل أنه يعني الاتجاه نتاع الاستراتيجية نتاع الجزائر لمكافحة شح المياه بستريس هيدريك وتوفير المياه خاصة المياه الشاروب، هو يعني الذهاب إلى إنشاء محطات لتصفية مياه البحر على السواحل، على المدن الكبيرة على السواحل، ثم استعمال مياه السدود في المدن الداخلية، واستعمال الآبار في المدن الجنوبية، إذا يعني ابتداء من الصحراء استعمال مياه الآبار. إذا هذا هو التوجه العام نتاع السياسة نتاع توفير المياه نتاع الشروب وكذلك المياه بصفة عامة. أترككم تتابعون الصور التي اتخذت هذا الأسبوع بمناسبة زيارة والي ولاية بجاية إلى موقع المشروع. إذا هو السلام عليكم.